طيب، زي ما اتكلمنا قبل كده كتير انا وكريم، واتكلمنا عن الاعداد البدني تحديدا للرياضات كمان الفرديه والجماعيه، ومش حاجه اكيد سهله ومش حاجه بتتم بشكل عشوائي او مفروض ان هي ما تتمش يعني بشكل عشوائي. وهنا بيظهر بقى الدور المهم جدا للمعد البدني مخطط الاحمال في اعداد اي لاعب للبطولات، خصوصا كون اللي بتتكلم عن لعيبه سنهم لسه صغير، فبتبقى فتره كريتيكال او صعبه جدا. هنتكلم في كل التفاصيل دي، بس خلينا نرحب في البدايه بكابتن عصام علوي مخطط الاحمال والاعداد البدني. صباح الهنا. بونجور. صباح منور الدنيا. اهلا بيك. مرحبا بك. بوجودك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب، خلينا في البدايه كده نعرف الناس هو ايه الفرق بين مخطط الاحمال وبين المعد البدني. طيب، هو الهدف في الموضوع كله بالنسبه للاعب البطوله. تمام؟ طب اي لاعب بيروح نادي بيبتدي يشارك في انشطه رياضيه هو همه الحصول على البطوله. طب لو هنتكلم في المعد البدني ومخطط الأحمال هو حاجة مقترنة ببعضيها، نقدر نقول إن المعد البدني يقدر يشتغل مخطط أحمال، لأن الإعداد البدني عندنا ليه نوعين: إعداد بدني عام وإعداد بدني خاص. لو أنا اشتغلت على فترة إعداد مع اللعيبة، أنا عندي عوامل مهمة جدا جدا ببتدي أحطها نصب عيني علشان أكون ماشي على نهج سليم للوصول للبطولة. طيب، أول شيء الإعداد البدني العام ده في أي رياضة، سواء رياضة فردية أو رياضة جماعية. اللاعب بيجي في الأول خالص في البدايات بيبقى من المفترض إن أنا أهله إنه يبقى عنده قدرة على ممارسة النشاط، قدرة على ممارسة الحركة، وبشوف طبعا إيه نوع اللعبة اللي أنا هشتغل عليها. يعني لعبة عن لعبة أكيد في فروق. طب الألعاب الفردية ليها فروق عن الألعاب الجماعية، الألعاب القتالية ليها فروق عن الألعاب الغير قتالية. طيب، أنا بعتبر أن أهم عنصر في الجهاز الإداري أو الجهاز الفني هو مخطط الأحمال أو المعد البدني، اللي هو أنا قلت من شوية مقترن ببعض أو مقترن بشغل بعض بشكل كبير جدا جدا جدا. قلت ان المعد البدني ممكن يعمل كمخطط للاحمال، لكن واضح من كلامك ان العكس مش صحيح. لو انا قلت ان مخطط الاحمال يعمل اعداد بدني، والله هو ممكن يكون صح، لكن دور الاعداد البدني يتمثل في المدرب العام. اوكي. المدرب، يعني انا كمدرب مثلا بشتغل على فريق سواء رياضه جماعيه او رياضه فرديه، خلاص انا لازم يكون عندي الملكه ان انا اعمل اعداد بدني عام. جزء الاعداد البدني الخاص اللي حضرتك ممكن تكون نقرب المسافات فيه أو نقرب وجهة النظر بالنسبة لمخطط الأحمال والمعد البدني الخاص، أو أنا المعد البدني الخاص هو شبيه جدا جدا بنفس الوظائف بتاعة مخطط الحمل. لأن أنا دخلت إعداد بدني خاص، يبقى أنا عارف قدرات اللاعب أو قدرات اللعيبة اللي قدامي في الفريق، إيه اللي أنا هقدر أشتغل عليه، إيه اللي أنا هقدر أوصل فيه للبطولة اللي هي الهدف بتاعي. إن أهم شيء هو البطولة. إحنا بنربي أبنائنا أو بنعلمهم في المدارس، لما يكون حد بيشترك في لعبة كل طموح البيرنتس أو أولياء الأمور أو المدرب حتى إنه هو يوصله للبطولة. طيب، أنا قلت من شوية إنه أهم عنصر هو مخطط الحمل أو المعد البدني الخاص اللي هو هيأهلني لإن أنا أخوض البطولة بشكل قوي. لأن النهاردة على مستوى الرياضات كلها سواء فردية أو جماعية، لو بصينا لتقنين الحمل أو مسببات كسب البطولات، بص حضرتك على مخطط الأحمال هتلاقيه عامل كبير جدا جدا في نجاح التيم أو نجاح اللاعب. صحيح. إنه يجتاز مسافات وأدوار ويقدر يواصل بنفسه نوصل للنهائيات. ده في لعيبه كمان عمرها في الملعب ممكن ينتهي بدري لو ما كانش معاه، يعني تمام بالظبط كده، لان خطة حمل فاهم هو بيعمل ايه. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان، في لعيبه يعني احنا حتى سالناهم بشكل شخصي، ليه نهيت عمرك بدري وانت 29 كره قدم؟ وبالمناسبه انا بتكلم عن الفريق الاول في كره قدم بس زمان في الاهلي. قال لي عشان انا كنت، ده سؤال انا سالته مباشره، يعني قال لي عشان انا كنت بتمرن بدماغي، يعني ما كانش بيلتزم بمدرب الاحمال وغيره، فده ضيع. هو عارف ده انا ضيعت خطأ كبير. وكتير من اللعيبه اللي حاورناهم انا وكريم بيقولوا لنا يعني الحاجات دي. طيب، بص حضرتك قلتي ان ممكن لاعب
ينهي مسيرته بسبب ان ما كانش فيه تخطيط للحمل بتاعه التدريبي صحيح بالزبط. او نهج صحيح هو ماشي عليه. لو ناخد مثال مثلا لرياضه جماعيه كره القدم في النادي الاهلي مثلا، في كام مره كده لو حضرتك بصيتي على البطولات اللي بيحققها النادي الاهلي، لو جمع ما بين بطوله او اكتر بطولتين او وصلنا لثلاث اربع بطولات هتلاقيه بيبرز دور مخطط الحمل قوي، وبيطلع صح في الميديا وبيطلع بيشاور على مخطط الحمل ان ده ليه دور مهم جدا جدا جدا. اولا انا عندي فروق بدنيه في اللعيبه، لو انا على طبعا. رياضه جماعيه انا عندي المهاجم غير المدافع غير طبعا. الباك شمال غير السترايكر غير 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 طبعا. الرياضات الفرديه لعيب الملاكمه ليه اوزان، وزن طبعا. تقيل وزن متوسط طبعا. وزن ريشه طبعا. لعيب التنس ليه سرعات. فكل دي عناصر لياقه بدنيه انا لازم اكون مدرك تماما انا بشتغل على اي عنصر منهم عشان احقق البطوله. لان مثلا على سبيل المثال العدائين او لعيبه الاثليتكس ده محتاج سرعه زائد قوه عضليه طبعا. طب هل انا اقدر احدد او اقدر اجمع ما بين العنصرين دول في وقت واحد ان واحد يكون عنده قوه وبنيان عضلي وفي نفس الوقت سريع؟ يوسين بولت اللي هو رقم واحد للعداء الجامايكي مش طبيعي. انا بحتزي فيه في الامثله لما باجي اتكلم على الاحمال، سرعته مش ماشيه مع كتلته العضليه. ده وظيفه ضرب الدولاب يا رب مش بني ادم. طب ازاي هو صحيح؟ وفي نفس الوقت بصي حمامه طايره. هو اشتغل على نفسه، المدرب بتاعه اشتغل عليه كويس جدا جدا، استغل فرصه ان هو بنيانه قوي وطول فارع طبعا، وانه يعمل القياسات دي في السرعات ال100 متر الحر والهاردلس الحواجز والكلام ده كله، ده نجاح يعني تقدر تقول حضرتك من افضل النجاحات على مستوى الرياضات في العالم. هو بالمناسبه القياسات دي برضه بتتسمع كتير وبتتقال كتير، هي عباره عن ايه بالظبط؟ بص يا كريم، القياسات من مهام مخطط الحمل. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي زي ما انا قلت لحضرتك على سبيل الامثله، انا عندي لعيبه وعندي مراكز في الرياضات المختلفه حتى لو على مستوى الرياضات الفرديه. انا داخل بطوله او عندي بطوله ليها تدرج في الفصول، في دور اول في دور ثاني في قبل نهائي في ربع نهائي و الى اخره. القياسات دي انا بعملها علشان اشوف مستوى اللاعب بتاعي كان ايه وانا عايز اوصله لايه. لان انا ممكن عندي يكون المنافس مستوى عالي او قياساته عاليه، طب انا داخل نفسه ما هو انا لازم اشتغل على نقطه ان انا اوصل له، فبعمل قياسات. ايه هي القياسات؟ اولا انا بيبقى عندي قياسات جسمانيه او بدنيه طبعا، علشان هقول بس حاجه سريعا كده زي نقول نصيحه، ولي الامر او المسؤول عن اللاعب اللي بيشركه في اي لعبه يتحرى الدقه جدا جدا في قياسات البدنيه لابنه او بنته في اشراكه في اللعبه. بمعنى ايه؟ بما اننا اتكلمنا في القياسات، القياس دلوقتي ما ينفعش لعيب باسكت مثلا على سبيل المثال يكون قصير القامه. احنا بنقول في لعبه الباسكت عشان تبقى الناس فاهمه، اللي هو اللاعب البلاي ميكر او اللي هو اللاعب الجوكر عاده بيبقى اقصرهم، هو اقصرهم، ولكن ده لازم يبقى تالنت، يعني لازم يبقى عنده موهبه في المراوغه طبعا، وعنده موهبه يعني من عند ربنا كده، هو بيعرف يراوغ، هو عنده موهبه زي لعيب الكوره ميسي مثلا، قصير القامه لكن عنده موهبه رهيبه، هو لاعب الباسكت كده. لكن ما اروحش لكل حد عندي في البيت او في العيله او في الاسره ما يكونش طوله مناسب للعبه الباسكت علشان اوصل للباسكت واحط الكوره، وما يكونش طويل. ما اجيش للاعب ملاكمه واحد بنيانه ضعيف والجيناتكس بتاعته مش قد كده واقول له لاكم، يبقى انا يعني بعمل مجهود كبير جدا ممكن ما يجازيش معايا، يذكر كمان، يبقى انا اخليني في التقاربات القياسيه الملائمه للعبه اللي انا هشتغل عليها. دي نصيحه انا بشتغل عليها مثلا مع اولادي، او بشتغل عليها كهيئه تدريس مثلا لما انا بدرس مثلا في مدرسه، بنصح الولاد انا كابتن عايز اقدم في لعبه اروح فين، يناسبني لعبه ايه والى اخره.
يناسبك ممكن كذا وكذا وكذا وكذا. بس ده من اي سن؟ يعني احنا كنا انا وكريم اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، كنا بنسال مفروض انا دلوقتي لو ام ابني عنده 3 4 سنين وعايزه العبه رياضه، انا هعرف منين العبه ايه؟ ما وفقا لايه؟ لسه السن ده ما بقاش باين عليه ابدا، والواحد يخاف يودي مثلا يلعب حاجه يطلع مش كويس فيها. طيب هي المرحله اللي حضرتك قلتيها او الفئه العمريه اللي حضرتك قلتيها جدا، دي بنسميها الفاندمنتال، لو هم اللي انت تلعبوا اي حاجه. يعني ممكن هو انت بتساله او بتشوفه بيميل ايه او ماسك التاب بتاعه بيلعب ايه، ممكن بيلعب سباحه خلاص اوديه سباحه، بيلعب هاندبول، انا ما يهمنيش خالص اختياره في الفئه العمريه دي. لكن لما يبتدي يخش في فئه عمريه اكبر شويه، يعني يبتدي يخش في 6 سنين، بنقول يعني حوالي 6 سنين يبتدي القياسات هنا، هو بقى خلاص القياسات بتبان وبيبان اطوال. اوكي، برضو الجينات بتاعته، والده والدته، ده مؤهل انه يلعب هاندبول اوديه يلعب هاندبول، مؤهل انه يلعب كره قدم اوديه يلعب كره قدم. وفي حاجه مهمه جدا جدا يعني اسره بتعملها في منتهى الخطوره، يعني انا بالنسبه لي ككابتن او انا بنصح اولياء الامور لما بيجوا لي، حتى بنعمل اعداد بدني او باهل حد، مهم قوي ان انا ما شتتش مخ اللاعب او اللاعبه الصغيرين. بيعملوا ايه الاباء؟ ان هم بيودوهم اكتر من لعبه. يعني بيه، انا اعرف ناس مثلا بتلعب هاندبول سباحه وحاجه ثانيه، بيلعب معاه سباحه طبعا. لا، وايه ال- 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 الشاهد من هنا او الخطا الكبير، ان انا بفرض على الولد او البنت انه يحقق لي بطوله هنا وهنا، وان انا بلومه ان انت ليه ما كسبتش هنا وليه ما كسبتش هنا. لا، ده تشتيت، ده تشتيت. لكن انا لو بركز في لعبه معينه ومن وانا صغير، مش عشان خاطر مثلا انا وقتي مش متاح فانا مشترك له هنا ومشترك له هنا، انا فرحان، هو مشتت، هو مش هيعمل اي ريزلت، مش هيوصل لحاجه، مش هيوصل فعلا على المستوى الاحترافي خالص. صح. لكن استاذ كريم، انا ممكن العبه لعبه وفي خلال اللعبه دي واستمراريته فيها ومواظبته فيها اموديه مثلا البول يبتدي يعمل سويمنج شويه، لكن مش فرضا عليه ان هو يلعبها براكتس رياضه. في اهالي للاسف بيعملوا ده جدا، وحتى طريقتهم في التعامل مع اولادهم يبقى مثلا 6 8 سنين ولو ما خدش او ما فاز يقعدوا يتعاملوا معاه بطريقه عنيفه، ده كده عمره ما هيبقى حاجه لما يكبر. يعني هم بيلعبوا دور كبير جدا حيران. في ده هو حيران، الاهالي جزء كبير جدا من يعني من خلق البطل فعلا. كل حاجه طبعا. دي حقيقه، كل حاجه. ويضيفي حضرتك عليها موضوع التغذيه، وموضوع ده بند تاني فعلا. ده قصه ثانيه، ومتابعه اللاعب ومتابعه البنت او اللاعبه، يعني موضوع في منتهى الاهميه، وهم سبب النجاح اولياء الامور، سبب النجاح. وان انت يعني تبوش الولد او البنت مش لملذاته او مش لهو محتاج، ده عيل صغير او دي بنت صغيره، لو هي قالت انا عايز اكل ده او انا عايز اكل ده او انا عايز اروح العب اللعبه دي، واخدنا يعني سلمنا الامر ان هم اللي هم عايزينه هنعمله، في منتهى الخطا. اوعى تقول لي على بطوله، اوعى تسالني في بطوله للولد. وانا كمدرب لما بيجي لي ولي امر او بيجي لي ولي امر، بلاقي المنظر بالشكل ده وبلاقيه كتير جدا جدا جدا. يعني انا على المستوى الشخصي انا بلاقي ولي الامر يعني بيتهاون بشكل مبالغ فيه، كرمال انه ايه؟ اوكي، عايز ايه يا حبيبي؟ عايز تاكل ايه يا حبيبي؟ لا، يسد خانه والسلام. يعني يبقى ما تدورش على بطوله، يبقى ما تقوليش بطوله. لا، صح صح. كل حاجه بالذات في المرحله العمريه الصغيره، اصعب مرحله اصلا، القيادة. هي دي البيز يعني. صحيح. ده في لعيبه في رياضات مختلفه، وما بتكلمش عن مصر بس، في العالم كله. وكنا برضو اتكلمنا انا وكريم، احنا بنتكلم في كل حاجه يعني. الفتره اللي هي الراحه، كنا نقول على الكوره تحديدا، في لعيبه بترجع من فتره الراحه بيبقوا فاكرين ان فتره الراحه دي او التوقف بمعنى اصح يعني ما بين الموسم والموسم، بيبقى بياكل براحته، ما بينامش، ما يعني بينسى الدنيا. فدي بتبقى اصعب بكتير انك ترجعه مره تانية ان هو للياقه بتاعته. يعني بتكلف كل حاجه، بتكلف فلوس، بتكلف وقت، بتكلف زي ما بيتقال كده خوف شويه من اللاعب ان هو يشارك في الموسم الجديد، يعني كل او بيكلف قلق عدم اتزان في الملعب. يعني كلام للاسف، يعني هاخد من حضرتك الكلام اللي حضرتك قلتيه في منتهى الاهميه، وهرجع لمرجوع تقنين الحمل او الاعداد البدني. حضرتك قلت فتره الراحه او ذكرتي فتره الراحه يعني. او توقف سلبيه كمان.
من مهام المدرب او مقنن الحمل انه يبقى عارف كويس جدا جدا البرنامج التدريبي على لونج تيرم، على مرحله السيزون كامل. يعني هو بيبقى فولو مع اللاعب او اللاعبه من بدايه التجهيز للموسم او للبطوله لحد ما بيخلص البطوله وياخد فتره الراحه بتاعته. دي من مهام المعد البدني الخاص او مقنن الحمل. طيب هل دي الحاجات دي ليها شروط، ليها دراسات، ليها قياسات، ليها الكلام ده كله وبشكل مباشر؟ يعني انا اما بدي فتره راحه انا بشوف اللعيبه قدامي قياساتها ايه في الملعب، انا بشوف مجهود كل لاعب على حده. وارد ان يبقى فيه لاعب متفوق على لاعب بقوه عضليه، وارد ان فيه لاعب متفوق على لاعب بسرعه، وهكذا من عناصر اللياقه البدنيه. يبقى انا عندي نوت بكتب او بسجل اللعيبه بالاسامي، هو كان ناقصه ايه او متاخر في ايه، واشوف الاسباب واعالج عشان لما يجي في الراحه السلبيه لا تعالى انت كنت مقصر او كنت مقصر في الكيس دي، وانا نبهتك ان انت تشتغل على نفسك في كذا كذا كذا، فانا مش هعاقبك، انت واجب عليك عشان انت حد بيسعى لبطوله. يبقى انا في فتره الراحه بدل ما كنت هسيبك تسافر وتتبسط ولا اخره، انت حضرتك هتسافر ويك اند وهتجيلي تريننج او هتيجي تعمل تدريب وهكذا. انا اللي بشوف مقنن الحمل، انا اللي بشوف الراحه السلبيه دي تبقى قد ايه، الوجبات الغذائيه لاعب للاعب يعني برضو ممكن حتى لو كان النادي هو مدي فتره معينه رسميه برضو تختلف. ما انت حضرتك جايبه مقنن الحمل عشان تنجح النادي، صحيح، عشان تنجح الفريق. في اوقات كتير جدا شفنا النادي الاهلي في فتره الراحه كان بياخد التيم في معسكرات، الناس كانت بتستغرب، انديه كلها بتسافر وبتصيف وبتستجم والى اخره، والنادي في معسكر مثلا في لشبونه في 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 الكلام ده كله وشغالين تدريبات والى اخره، هو عارف هو بيعمل ايه وبيظهر نتيجه اللي هو بيعمله في الموسم بقى. في الموسم. طب هو ممكن يحصل اختلاف وجهات النظر او تضارب بين رؤيه المعد البدني او مخطط الاحمال وبين المدير الفني لو بنتكلم على رياضه جماعيه؟ طيب هقول لحضرتك على حاجه. اولا المدرب العام او المدير الفني، رؤيه المدير الفني لا يعني ما بتجيش مع رؤيه المعد البدني او مقنن الحمل نهائيا، لا تتعارض ولا ملهاش علاقه اصلا؟ لا ليها علاقه طبعا. وطيده. هو بيرجع انا كمدرب عام او مدير فني او صاحب رؤيه بسال مقنن الحمل، يا فندم انت حضرتك عندك التيم، ايه البلان بتاعتك على اللونج تيرم عشان اقدر اشتغل عليه؟ ما هو المدرب طبعا او المدير الفني هو رؤيته خططيه اكتر منها بدنيه. أيوه. يعني هو بيبص للخطط اللي هو هيشتغل عليها يدي نصايح، لكن ما يتدخلش في شغل مقنن الحمل، لان مقنن الحمل هو شايف قدامه انت امكانياتك ايه. بس هي برضه ليها علاقه او طبقا لتفاصيل الخطه اللي المدير الفني حاططها، يعني ممكن مثلا هو مخطط لحاجه معينه، الحاجه دي تستدعي ان اللاعب الفلاني هيلعب في المكان ده، تمام، وعايزين نستفيد منه في انه يبقى فيه سرعه ارتداد بين الهجوم والدفاع وحاجات كده، فده يستدعي او ده توجيه غير مباشر، صحيح، من المدير الفني لمعد الاحمال او للمعد البدني بان احنا عايزين نسرع من اداء اللاعب الفلاني مثلا. انا طبعا بقول لك كلام بالبلدي كده، انت طبعا ده كلام مسلم ب 100%. انا قلت لحضرتك من شويه انه بيرجع لمقنن الحمل، بيرجع له بيساله الخطه بتاعتك ايه، انت ماشي ايه عشان اقدر انا احط خطتي. انا عندي لاعب باك شمال كذا، انا عايز اخلي ينمي عنصر السرعه بتاعه شويه، لو سمحت ركز لي عليه لان انا هحتاجه الفتره دي، انا عندي لاعب تاني مصاب. اوكي. ففي وجهات نظر متقاربه وتواصل بين الاثنين تماما، ولكن في حدود عمل المعد البدني ومقنن الحمل اللي هو شايف حقيقي قدره كل لاعب هتقدر تدي لحد ايه، لان هو اللي بيبلغ او بيدي الريبورت بتاعه للمدرب. يعني هو اضرب بالتفصيله دي من المدير الفني شخصيا. اكيد. طيب في المواسم بقى اللي فيها ضغوطات تبقى صعبه جدا، لو هندي مثال على النادي الاهلي بينتج عنها اصابات، ضغوطات غير طبيعيه، وشفنا ده تحديدا وقت موسيماني لما كان في سكوات هو كامل وهو الاوحد وكان بيتم الاعتماد عليه بشكل كبير في كل المباريات وكل الماتشات، فشفنا اجهاد وشفنا
عدم استمرارية للنهاية بنفس الكفاءة وغيره من اللعيبة كنا زعلانين، يعني هو ليه الوضع عامل كده؟ فهل الخطأ هنا كان عند موسيماني تحديدا ولا عند اللعيبة، ولا كانت المشكلة فين؟ طيب ولا في الجدول؟ لا 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 هو لا لا في الجدول اكيد. بص هقول لحضرتك على بداية المشكلة هنا. في اول الكلام خالص انا قلت ممكن يكون المعد البدني او مقنن الاحمال عنصر في منتهى الاهميه في الجهاز الاداري كله، في منتهى الاهميه، وبي يعني النجاح بيعتد عليه بنسبه كبيره جدا جدا جدا. طب حضرتك ذكرتي موسيماني والسيزون بتاعه واللي حصل والدربكه والضغوطات والكلام ده كله. طيب عشان ما اكونش ظالم للعيبه او ما اكونش ظالم للمدير الفني، انا بشوف مقارنه باللي حواليا من الدوريات ومن المنافسات مسابقات، لو احنا بصينا للدوري مثلا امريكي اللي هو اللاتيني، مش هنقول الاوروبي مثلا عشان الاوروبي بيبقى فيه فروقات كتيره شويه، اللاتيني احنا عندنا مش يعني مش مشكله، عندنا في فروقات ممكن تكون اقوى من الدوري الافريقي عندنا بشويه، الفرق البرازيليه الارجنتينيه الفرق دي بتتفوق علينا في المنافسات بنسبه اكبر من احنا بنتفوق عليهم في كثير من الاحيان، حتى المنتخبات الافريقيه بالاطوال والاجسام هم بتوع امريكا بيتفوقوا عليهم، متعودين يلعبوا في حتى مناطق مرتفعه عن سطح البحر، فنسبه الاكسجين اقل وتلاقيهم هم بيطيروا في ملعب عادي واحنا بنسقط واحد ورا الثاني. صحيح، هم عندهم فروق افضل من عندنا في افريقيا، يعني هم لو انت بتقيس باللي هو بالنتائج هم نتائجهم احسن. انا ما رضيتش اذكر الدوريات الاوروبيه، احنا قلنا الدوريات الاوروبيه بيبقى مصروف عليها بيعملوا انتقاء غريب جدا جدا، بينطقوا احسن لعيب على مستوى العالم فبيبتدي يجلب اللعيبه عشان يبقى الدوري بتاعه قوي جدا، يبقى هم دول الصفوه. خلاص بقى ما بقاش دوري اوروبي كلام ده كل سنه وانت طيب ده كلام دوري سعودي فين ايام العز اللي انت بتحكي عنها؟ خريطه بتتغير تماما كل سنه وانت طيب خلاص ايوه. يعني بنقول علشان ما نظلمش مثلا الحقبه بتاعت موسيماني واللعيبه، لا احنا بندي مثال يعني مش بفكره بننطق اللي حصل يعني اللي حصل في ساعتها. انا ما ينفعش اقول اصل انا عندي درجات الحراره مختلفه عن هم، اصل انا عندي في فرق مثلا في اللعيبه نفسها في سرعتها والى اخره. طب ما انا عندي لعيبه بتلعب في الدوريات الاوروبيه، يبقى انا هدفي ان انا اخلي معظم او نسبه كبيره، مش هقول كل اللعيبه، نسبة كبيرة عشان يبقى زي الأفارقة، تبقى زي اللعيبة اللي على مستوى اللاتيني أو المستوى الأوروبي أو متقاربين منهم، عشان أقدر أكمل السيزون بتاعي وأكمل الموسم بتاعي بلا زي ما حضرتك قلتي تناقضات أو بلا إخفاقات. يعني مش هخفق بقى أن أنا في موسم دخلي مسابقة هنا مسابقة هنا، لا اللاعب خلاص عمال يجيله كرامبس عمال يسقط مش قادر يكمل أصلي حصل له مش عارف مين، لا انا اشوف هم الناس دي يعني بيشتغلوا على ايه، هم مش صحراء او هم فروقاتهم مش كبيره زي ما الناس متخيله، هم بيطبقوا العلم بالظبط. يعني هو بيطبق العلم بيشوف انا باكل التغذيه بتاعتي مثلا على سبيل المثال البسيط جدا جدا، التغذيه بتاعتي انا باكل ايه بتغذى ايه، بيخش عناصر غذائيه اللي انا بتغذى عليها دي بتفيدني ازاي لقدراتي البدنيه مثلا. طيب اوقات التدريب بشوف وقت التدريب، هل تدريب صبح وليل ده حاجه كويسه انسب للجسمان الفسيولوجي للجسم، ولا تدريب على فتره واحده، ويبتدي يطبق ويبتدي يشوف النتائج ويقارن ويعمل مقارنات وبيعمل قياسات زي ما حضرتك قلت من شويه، ويبتدي يوصل بالقياسات دي لافضل شيء ممكن ويطبقه. هم بيعملوا كده، احنا ممكن الموضوع عندنا مختلف شويه. انا شايف بقى حاجه لو تسمح لي، وانا اسف طبعا على المقاطعه بس احنا عشان احنا محكومين بمده زمنيه للفقره والمده دي ملف كبير طبعا وملف كبير ومهم، فنستاذنك تنورنا مره كمان باذن الله نكمل كلامنا في الملف ده اللي هو فعلا مبني عليه نجاح او اخفاق سواء فردي يعني بشكل فردي او جماعي للرياضات المختلفه. بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا والله، ربنا يخليك. شكرا يا كابتن جدا نورتنا، وللحديث بقيه زي ما ان شاء الله ان شاء الله. فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معانا.